الناس بتزعل مني ليه؟ انا بقول ما اراه حقا. انت تزعل تتضايق انا هقوله برضو، واخد بالك؟ يعني الناس بتقول لك مرتضى، انا بقول لهم اللي مرتضى منصور عمله في 5 سنين في الزمالك في ناس كتير جدا ما عملوهوش. مش معنى ان الراجل مش في الصوره ان انا الغي اللي كنت بقوله عليه من 3 اشهر. احنا لا تربنا كده ولا قلنا كده. له اخطاء، وانا طبعا ضد ان حد يتجاوز، كل ده انا موافق عليه، لكن لازم ادي لكل ذي حق حقه عشان ابقى من ادم محترم حتى قصاد نفسي مش قصاد الناس. وانت مزعلك التحولات اللي حصلت؟ مزعلني مش فكره التحولات، ده قانون انا ماليش فيه. انا لا، انا بتكلم على التحولات الشخصيه، في شخصيات كتيره كانت موجوده وتحولت مواقفها بمجرد انه اختفى. ده كتير. ده انا دايما بدي للولاد في السيناريو عندي كورس اقول لهم دونت جيف جارانتي لاي حد، ما تديش جارانتي 100% ولا الزعيم ولا الانبياء، بس ربنا اللي